بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. بإذن الله تعالى في الفيديو الثالث النهاردة اللي بنتكلم فيه عن الفاصوليا المتسلقة أو التي تزرع داخل البيوت المحمية. طبعا أكيد فيه ناس قالت الراجل ده هو زرع الفاصوليا والفاصوليا ما نفعتش منه فعشان كده ما كملش. لا طبعا أنا بس مستني لما الأمور تبقى كويسة خالص بالنسبة للفاصوليا عشان نقدر نتكلم في أكتر من موضوع. الفاصوليا دي تقريبا عمرها شهر يا جماعة، النوع فرنساوي، النوع برضو متسلق، مش فاصوليا عادية. وصلنا الحمد لله بفضل الله وصلنا لشهر من منذ بداية الفاصوليا. النهاردة عايز أتكلم بقى في إيه؟ أتكلم في كم ملاحظة كده على الفاصوليا في بعد مرور شهر وأصبحت متسلقة وابتدت يعني ارتفاع نقول تقريبا يعني حوالي 60-70 سنتي من سطح التربة. فبنتكلم هنا في عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى عن التسميد يا جماعة، احنا داخلين كلها 15 يوم ولا حاجة وهنبدأ ندخل في التزهير بتاع الفاصوليا. التزهير عشان تظهر الفاصوليا يعني بتعتبر بمثابة عملية الحمل اللي بتحصل بالنسبة للنبات، تمام؟ فلازم نكون معد النبات لعملية التزهير كويس بحيث ان هو يكون عالي فيه نسبة الفوسفور، عالي فيه نسبة الكالسيوم، العناصر الصغرى يعني تكون بمستوى جيد داخل النبات، تمام؟ وما ننساش زي ما قلنا ان فيه نقص واضح وفيه نقص مستتر للعنصر، ان ممكن النقص العنصر يكون واضح قدامك وممكن يكون نقص العنصر موجود ولكن النبات ما برزش الـ 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 العرض بتاع النبات عليه من بره وبالتالي هو ناقص ولكن انت ما انتش شايفه، وده مش هيحصل انك تستدل عليه إلا عن طريق التحليل في المعامل والوقوف على مستوى العنصر ده هو داخل النبات. طيب لما بنتكلم عن الفوسفور، الفوسفور لازم يكون بمستوى كويس، بمعنى ان انا في الوقت ده هو لازم يا جماعة يكون عندي مستوى كويس من الفوسفور، يعني ادفع بعنصر الفوسفور في الحالة ده هي اما ادفعه في صورة مركبة او في صورة احادية، اما ان انا استخدم صورة احادية زي حمض الفوسفوريك ال 85 او ال 55 زي ما موجود عندك ما فيش اي مشكلة خالص، او ان انا استخدم الفوسفور في صورة مركبة زي ال 12 60 12 61 زيرو اللي هو الماب، او بنستخدم الماغنوم اللي هو 18 44 زيرو ايا كان فيهم على ثلاث دفعات او اربع دفعات في خلال العشر ايام اللي انا موجود فيهم دول، يعني ممكن من حوالي اسبوع لحد النهاردة نبدأ في كل ثلاث ايام نحط دفعة فوسفور عالية، تمام؟ عنصر البوتاسيوم احنا متفقين، عنصر البوتاسيوم احنا متفقين ان احنا ضايفينه في الخدمة، ومع ذلك برضو في الوقت ده هو المفروض يكون عندي متوفر عنصر البوتاسيوم. ليه متوفر البوتاسيوم؟ انا مش هاجي لحد النبات ما يبدأ في الثمار في الثمار بتاعه ونبدأ نحط البوتاسيوم، لا انا عايز يكون العنصر موجود بمستوى كويس في التربة وكذلك بمستوى كويس في النبات بحيث لما المحصول يبدأ يتراكم على النبات او يتحمل النبات بالمحصول ما يحصلش عندي ان هو يبدأ يحصل النقص، لا انا عايز كعبي عالي دايما على النبات. يبقى قلنا الفوسفور مستواه يكون جيد، البوتاسيوم مستواه يكون جيد، الكالسيوم ايضا يا جماعة يكون مستواه جيد لان ده هو اللي بيدخل لي في التحسين بتاع خواص الثمار بتاعتي، تمام؟ بيدخل في تكوين الخواص بتاع الثمرة بتاعتي وبيحدد الصلابة بتاعت الثمرة وبحدد الحجم بتاعها برضو وبحدد الصفة الشكلية بتاعتها، فليه عوامل كتيرة وكل العناصر الغذائية قلت هي كلها بتكمل بعضها
لبعض، مفيش عنصر بيستغنى عن العنصر الثاني او يقدر يحل لك محل العنصر الثاني مهما كان مستواه عالي في النبات والعنصر الثاني مستواه منخفض لا يمكن يحل محل العنصر الاخر. تمام، فدي ناخد بالنا منها كويس. مستوى النيتروجين يا جماعة يا ريت ما يعلاش في الفترة دهيات. ليه؟ الفاصوليا من المحاصيل البقولية واللي هي يعني احتياجها للأزوت ما بيكونش عالي، احتياجها للأزوت ما بيكونش عالي. أزوت يا جماعة يعني نيتروجين، يعني يوريا، يعني نترات، يعني 20-20 متعادل، بيبقى فيه 20 أزوت يعني عالي أزوت في المتعادل برضو، كل ديت حاجات من الأزوت. الكالسيوم برضو في نسبة عالية من الأزوت، كل الحاجات ده هي. المغنوم فيه 12% أزوت، الماء فيه 12% قصد أزوت، المغنوم فيه 18% أزوت. فتاخد بالك من الحاجات ده هي، ما تضيفش أزوت طالما أنت ضفت ماء أو مغنوم في الفترة ده هي أو 20-20 لا يمكن تضيف أزوت. ليه؟ الأزوت من شأنه أن هو شايف أنت الساق دهيت المتسلقة دهيت هيخليها في ظرف 3 أيام مع الري الكتير هيخليها توصلي لسلك حامل المحصول بدون فايدة، بدون ما تحمل أساسا. تمام، أنا المفروض عندي أهيا الساق طلع هيت في عقلة، العقلة دهيت شايف ده هو دي القرون بتاعتي، يعني أنت ديت القرون بتاعتي أهي، دي العقلة بتاعت النبات، دي بيطلع عليها التزهير وبتطلع عليها القرون بتاعت النبات. طيب في سلميات، ايوه زي الخيار برضو السلميه اهي، اهي من هنا، من هنا اهي، اهي من هنا اهي، السلميه طالعه معايا لحد فين؟ لحد هنا اهي. تمام، انا لو حطيت ازوت كتير وميه كتير هبص الاقي ديت بتطول معايا، وبالتالي عدد القرون هيبقى قليل معايا، بالاضافه لان النبات هيكون عرضه للاصابه بالامراض الحشريه وخصوصا الصاقبه المصه وكذلك الامراض الفطريه. يا جماعه طول ما النبات كان عصيري يعني فيه نسبه ميه كتير ونسبه الالياف اللي هي الصلب بتاع النبات او اللي ماسكه النبات عندي بتكون قليله، فبنقول في الفتره ده هي نحاول نحد من الأزوت شوية، نحد من الأزوت شوية وندفع بالكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم بحيث إن النبات يدخل على التزهير وهو مرتاح جدا. دي كانت ملاحظاتنا على عملية التسميد. طبعا بنلاحظ إن احنا كل أسبوع لازم نرش رشة عناصر صغرى، وبنضيف مع أي الحاجات دهيت بنضيف مغنيسيوم في مع الإضافات الأرضية اللي نحطها، بضيفها مع لو عندي ممكن نخصص له يوم بمعدل 2 جرام أو جرام ونص للنبات في الفدان، أو جرام في الفاصوليا كفاية قوي، أو نص جرام يعني اللي تقدر عليه. هو سلفات مغنيسيوم مش هعمل لك حاجة لأنه في نسبة عالية أساسا من الكبريت ومفيش غير 16% مغنيسيوم، فحط له تحط لو حطيت 2 جرام للنبات، لو حطيت شجرة 25 كيلو مش هتعمل حاجة، ما علينا يعني، المهم يعني ديت حاجات ايه، المهم تكون موجوده في التربه بمستوى لو النبات احتاجها يلاقيها موجوده اوريدي موجوده في التربه. تمام، طيب بعد كده بتكلم على عمليه الري بقى. اللي انا بلاحظه في الري في الفتره دهيت، والله في الفتره دهيت انا مش عايزك يعني تحاول تمسك عمليه الري برضو بتاعتك شويه، ما تفرحش انك انت بتروي وتبص تلاقي النبات على طول بيجري كده، ده مش صح يا جماعه، ده غلط، ده غلط. ماشي، عينك على لون النبات، لو اللون النبات فتح عندك حاول تمسك الري بتاعك شوية. أنا ممكن الفاصوليا ده هي تاخد حوالي 5 دقائق الصبح و5 دقائق آخر النهار، ممكن أديها 10 دقائق في يوم التسميد الصبح و5 دقائق آخر النهار يوم التسميد. اليوم اللي ما فيهوش تسميد ممكن أديها 5 دقائق الصبح و5 دقائق آخر النهار. برنامج التسميد زي ما قلنا أو ملاحظاتنا على التسميد ما بتكونش قرآن، كل واحد أرضه بتختلف من أرض للتانية، في أراضي أساسا بطبيعتها خصبة، في أراضي طينية في طبيعتها خصبة إن كان في الفاصوليا بتتزرع بره، فما بتحتاجش حتى ربع الكلام او تلت اللي احنا بنتكلم فيه، ولكننا احنا بنزرع في اراضي الصحراوية وبالتالي لازم التغذية عندنا تكون كويسة جدا وفي المستوى اللي يليق بالانتاجية الكويسة، لان كل شيء ممكن تضحك عليه الا النبات لا يمكن تضحك عليه. تمام، فبنقول الري 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 تاخد بالك منه، ما تفرحش بانك بتروي وبتلاقي النمو الخضر بيجري معاك، دي مش شطارة، ديت بتكون قلة معرفة من الفلاح. طيب
ملاحظة بقى يا جماعة، لو أنا العرش جرى مني، لو العرش النمو الخضري جرى مني وابتدت العملية دي تحصل والإزهار تعبان، لأن في ناس كتير تكلمك على الإزهار تعبان، الإزهار تعبان ممكن يكون من الري ومن التسميد، ممكن يكون من الري ومن التسميد. ففي الحالة ده هي لو أنا حسيت أن النبات ابتدى اللون بتاعه يفتح، اعرف أن ده من قصة أنك بتروي كتير والتسميد عندك قليل، فبتبدأ تعمل إيه؟ بتبدأ، ما هو أنا اللون أصفر والمجموع الخضري كبير ما شاء الله، يعني معد العمر بتاعه والنبات لونه أصفر، تمام؟ بنبدأ في الحتة دي نعطش عشان ندفع النبات للإزهار. ليه؟ لأن أنت لما بتعطش بتقلل المية، بتدفع هرمونات معينة داخل النبات، لأن هي بتدفع للنبات نفسه لأن هو يظهر، وبالتالي الأمور عندك هتبقى ممتازة جدا، تمام؟ يبقى دي حاجة والفلاحين عارفينها كويس. ما تخافش، النبات مش هيموت. حاول يعني لو أنت بتدي 10 دقايق يديله 5 بس في اليوم، ماشي، أو ممكن تعطش يوم أو تقلل نسبة الري بتاعتك. المهم تحاول تظبط العملية دهية. ممكن لو اللون أصفر برضو ممكن تعطش مع دفعة حديد، مع دفعة مغنيسيوم، سلفات مغنيسيوم أو نترات مغنيسيوم، مع دفعة حديد مخلبي، مع رشة عناصر صغرى، هتلاقي الوضع عندك ابتدى يتغير في ظرف 3 أيام. أنا بقول لك كده وأنا مسؤول، طالما حديت من الري عندك وابتدى الإصفرار يظهر على النبات بدون مرض وبدون أي مشكل، حاول تدي دفعة حديد مخلبي مع دفعة مغنيسيوم سلفيت أو نترات مغنيسيوم مع رشة عناصر صغرى، ويريت يدخل فيها كمان الحديد بنسبة عالية. هتبص تلاقي مع شوية عطش هتبص تلاقي النبات بتاعك ابتدى يرجع للأصل بتاعه، وهيتغير في ظروف 3 أو 4 أيام بكتيره. يعني بتمنى انكم تكونوا استفدتم من الملاحظات دهيا. الفاصوليا عمر شهر زي ما انت شايف قدامك اهيت. الجماعة المصريين طبعا بيقولوا المهندس قال لنا كلمتين ومشي علشان الدنيا مش كويسة، تمام؟ لا، الدنيا كويسة والدنيا تمام التمام. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.